السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ايام ديت بتجيلي اسئله كتيره جدا بخصوص الاوبشن والفوركس، بما اننا دلوقتي بنتداول في النوعين، فمعظم الاسئله بتيجي ايه الفرق بينهم، يا ترى اتداول في الفوركس ولا الاوبشن، ايه الاحسن؟ يا ريت تقدر تقترح عليا. فكان لازم ان احنا نعمل فيديو نوضح الفروق بين اوبشن والفوركس، وايه اللي انا محتاج اعرفه او ايه اللي محتاج ككونكلوجن او استنتاج في الاخر عشان اعرف انا هتداول على اي نوع. مبدئيا يعتبر القاعده او البيز الاساسيه للفوركس والاوبشن تعتبر واحده تماما، تقريبا نفس انواع السلع او العملات اللي احنا بنتداول عليها، ممكن بتختلف من كل منصه للتانيه، بيبقى فيه اوبشنز زياده او اوبشن اقل، وفي نفس الوقت نقدر نقول بنسبة 90% يعتبروا مشتركين. والنقطة التانية اللي مشتركة بينهم هي التحليل الفني والتحليل الأساسي. لو أنت بتتعلم استراتيجيات أو مؤشرات أو الرسوم أو الخطوط بتاعة التحليل الفني زي مثلا الدعم والمقاومة أو الترند لاين، فهي كده كده بتشتغل على كل الانواع سواء فوركس او اوبشن، لان زي ما احنا قلنا القاعده واحده. قبل بس ما نبتدي في الفيديو، يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ولو انت مهتم ان انت تدخل عالم التداول او الاستثمار في الاوراق الماليه، ممكن تنضم لاحد جروبات الاشارات بتاعه التداول، وهي موجوده على الفوركس او الاوبشن، وممكن تتواصل معايا بشكل شخصي لو انت عايز توضيح. هتلاقي كل حاجه في اللينك اللي موجوده في الديسكريبشن او في الاباوت بتاعت التشانل. خلينا نرجع للموضوع بتاعنا تاني. فانت لو انت متعلم التحليل الاساسي الفني، هتلاقي الدعم والمقاومة نفس القواعد بتاعته بالظبط شغالة هنا، الترند لاين نفس الموضوع، المؤشرات كلها سواء مجدي RSI كلها واحدة، وهتلاقيهم هم موجودين على المنصات. يعني مثلا احنا النهاردة لو بنتداول، دي منصة الاوبشن ودي منصة الفوركس، اوكي؟ لو انا فتحت النهاردة وحبيت اختار مثلا الـ RSI، تمام؟ هلاقي الـ RSI هنا هوت بالمتغيرات بتاعته كلها، هقول apply، هلاقي الـ RSI طلع عندي. وهنا لو ببساطة جيت ادخل وهدور على الـ RSI، هلاقي الاوبشن او المؤشر ذات نفسه موجود عندي، ما فيهوش اي اختلاف، بنفس التظبيط اللي انا ممكن اظبطه باختيار الالوان بكل حاجه، فبالتالي كان عندي نفس المؤشرات بالظبط. فلو انا متعلم الـ RSI هقدر ببساطه اتداول على الفوركس او الاوبشن باستعمال نفس المؤشر، ما مش هيبقى فيه مشكله. التحليل الاساسي، طبعا احنا عارفين الفاندمنتال اناليسز او التحليل الاساسي بيبقى معتمد على الاخبار الاقتصاديه، والاخبار الاقتصاديه دي بتختلف في شدتها على التقلب بتاع السوق، سواء كان تقلب قوي جدا فبيحصل تغير كبير في الاسعار، او تقلب ضعيف او متوسط. هي نفس الاخبار اللي هتاثر عليا في السوق بتاع الفوركس هتاثر عليا في السوق بتاع الاوبشن، لان انا ببساطه بتداول على نفس السلع او العملات. يعني هنا ببساطه لو بصينا على ازواج العملات يورو جي بي بي، لو انا دخلت على الفوركس هنا هوت وابتديت ادور على الكرنسيز مثلا، هلاقي ان انا ممكن ابدا اقول اليورو جي بي بي، تمام؟ هلاقي ان انا عندي نفس الزوج بتاع اليورو جي بي بي، يورو يو اس دي هلاقي اليورو يو اس دي، مفيش اي مشكلة عندي في الاتنين. هي نفس المواضيع في التشارت بالظبط، نفس الشموع اليابانية، نفس التشارت اللي انا اقدر ان انا اغيرها. يعني هنا عندي الكاندل ستيك الشموع اليابانية، الناحية التانية عندي الكاندل ستيك الشموع اليابانية، هنا الاريا، هنا هتلاقي التسمية مختلفة، لاين مكان اريا مش هتبقى حاجة كبيرة، الهايكن اشي هلاقي هنا برضو الهايكن اشي. فانت لو متعلم تداول بصفة عامة مش هتبقى محتار قوي في الفروقات او كيفية التداول، تمام؟ ايه بقى الاختلافات او الحاجات اللي موجودة هنا مش موجودة هنا، او العكس صحيح؟ يعني ايه اللي هلاقيه في الفوركس مش هلاقيه في الاوبشن، او اللي هلاقيه في الاوبشن مش هلاقيه في الفوركس؟ اول حاجه الوقت. لو انا بتداول على الاوبشن فانا بقدر احدد الوقت قبل ما ابتدي، يعني النهارده انا هقول ان انا هفتح صفقه مثلا 3 دقائق،
بعد الثلاث دقايق سواء كانت بربح او بخسارة، هقدر ان انا الصفقة اوتوماتيك بتتقفل لوحدها. لكن عندي في الفوركس ما عنديش الحتة دي، بس في ميزة تانية هنتكلم عليها قدام. الاوبشن اللي موجود فيه مش موجود تاني، ان انا عارف النهاردة نسبة ربحي من راس المال من قبل ما ابتدي. النهاردة لو انا هتداول على اليورو جي بي بي وهفتح صفقة ب$100، فالربح بتاعي ببساطة $85 اللي هي 85%. ولو على الجي بي بي جي بي واي هتداول هيبقى نسبة ربحي $82 اللي هي 82%. الفوركس بيبقى مختلف تماما، ان انا ما عنديش نسبة ثابتة. كل ما السهم او المؤشر او الشموع ماشية مع الاتجاه اللي انا فاتح فيه الصفقة، لو صعود مثلا، كل ما الصعود كان زاد كل ما نسبة ربحي زادت. فمعنى كده ان انا نسبة ربحي او نسبة خسارتي تعتبر متغيرة تماما. يعني هنا انا عارف ان انا في حالة الربح 85%، في حالة الخسارة 100%. هنا ممكن يبقى الربح بتاعي 1%، 2%، 200%، وممكن الخسارة بتاعتي تبقى 1%، 10%، او 200%، او ممكن حتى اصفر الحساب بتاعي كله في صفقة واحدة، بس هنرجع نتكلم برضو قدام عليه. فادي الحاجات اللي موجودة هنا. طبعا لو انا فاتح صفقة مثلا في صعود، حتى لو هنا هو لو وصل السهم في الصعود لاعلى قمة، هي الربح بتاعي فيكسد او ثابت. عشان كده بيسموها فيكسد تايم، هو وقت ثابت ونسبة ربح ثابتة، كل حاجة ثابتة. لكن زي ما احنا قلنا هنا هو كل ما السهم مشي في الاتجاه بتاعي او زاد، كل ما الربح بتاعي المعدل بتاعه زاد. فدي الحاجات اللي موجودة في الاوبشن ومش هتلاقيها موجودة في بوركس. من الحاجات المهمة جدا ان انت في الاوبشن الدنيا عندك سهلة شوية، ممكن تعمل ايداع وسحب بالكريبتو كارنسي او ببيرفكت ماني. لكن على الصعيد بتاع الفوركس دايما بتبقى محتاج ملتزم بان انت تعمل ايداع وسحب بالماستر كارد او الفيزا، وبالتالي بيبقى مطلوب منك دوكومنتس اكتر، اكنك بتفتح حساب في بنك بالظبط، زي اثبات عنوان. مفيش توثيق طبعا، لكن في الاوبشن في توثيق او تعريف للحساب، ويعني الى حد ما الفوركس بيبقى اصعب شوية، محتاج تجيب اثبات عنوان. البنك ستيتمنت بتاعك يكون فيه نفس العنوان اللي موجود عندك على البطاقة او رخصة القيادة او الباسبور او ايا كان. وده بيبقى عندنا صعوبة فيه شوية في بلد زي مصر مثلا، ان انت تثبت العنوان بتاعك، لان معظم الفواتير ما بتبقاش باسمك، ممكن تكون بتبقى باسم الوالد او باسم شخص تاني في حالة الايجار، فبيبقى الموضوع صعب شوية. فهنا في حالة الايداع والسحب الفرايتيز على الاوبشن ممكن تكون اسهل شوية، لكن في توثيق ان انت لازم تعرف الحساب بتاعك. في الفوركس مفيش توثيق او تعريف الحساب، لكن عشان تعمل حساب وتقدر ان انت تعمل ايداع وسحب عليه هتبقى الدنيا صعبة شوية، خصوصا ان انت لازم فيزا او ماستر كارد. فبالتالي طبعا بالمشاكل اللي حاصلة والقرارات اللي حاصلة في مصر في الاونة الاخيرة، ممكن ما تقدرش ان انت تستعمل الديبت كارد بتاعك. فدي النقطة بتاعت الحساب. على ما أظن الوقت بتاع الإيداع والسحب على الفيزا والماستر كارد بياخد وقت أطول من الكريبتو أو بيرفكت ماني، ودي حاجة تانية. مش هتلاقي حاجات زي فودافون كاش أو الكلام ده كله. لكن هنا لو جينا نتكلم على الفوركس، فإحنا ممكن هنلاقي حاجة. لو أنا بفتح الصفقة بتاعتي النهاردة مثلا، أنا بفتح على باينانس كوين، فالنهاردة هقول إن أنا هعمل ستوب لوس مثلا، ودي مش موجودة في الاوبشن، ان انا بعمل حد لوقف الخسارة وحد لوقف الربح في الصفقة ذات نفسها. فانا عارف من النهاردة ان انا في حالة الخسارة هخسر قد كذا، وفي حالة المكسب هكسب قد كذا. طيب لو انا النهاردة فرضنا ان انا بتداول على الباينانس كوين، وهقول ان انا مثلا هستوب لوس على 200 اوكي، وهتيك بروفيت على 220 اوكي. فانا النهاردة اوتوماتيك خلاص طلع لي انها شراء او صعود تمام، وبيقول لي في حالة ان انت وصلت الستوب لوس هتخسر 4.44 سنت، وفي حالة الربح هتكسب $1.56. طبعا كل ما المبلغ بتاع الصفقة بتاعتك بيزيد، كل ما النسبة بتاعت الربح بتزيد. ودي على ما اظن دي قاعدة ثابتة سواء في الفوركس او في الاوبشن. انا النهاردة لو بتداول بدولار
هكسب 8 سنت، لو 100 دولار هكسب 85 دولار. نفس الموضوع في الفوركس، فمش محتاجة طبعا ان انا اوضحها. لكن للامانة عشان تتداول في الفوركس فانت محتاج راس مال اكبر. لو انا بتكلم في الاوبشن ان انت محتاج اقل حاجة 30 دولار، والافضل لو انت عايز تتداول باريحية وتطبق ادارة راس المال يبقى من 250 ل 300 دولار عشان تقدر تبتدي في الاوبشن. هنا انا هقول لك على الفوركس يعني 100 دولار هتتداول بس مش هتحقق ربح كبير زيها زي ال 30 دولار على الاوبشن. لكن لو عايز تبتدي بداية صح من 500 ل 1000 دولار، والافضل 1000 دولار عشان تقدر ان انت تطبق ادارة راس المال، تفتح صفقات كتير، خصوصا ان احنا على جروب الفوركس بنبعت من 25 ل 40 صفقة، فده يعتبر معدل كبير جدا. فلازم يبقى معاك سيولة تقدر ان انت تدخل كل الصفقات وما تعديش اي صفقة، تمام؟ فهي دي وقف الربح والخسارة مش موجودة في الاوبشن، لكن من الحاجات اللي موجودة في فوركس، وده يعتبر من الحاجات الشوية تقدر ان انت تستعملها او تعتبر ميزة في الفوركس. الحاجة التانية طبعا ان انا النهاردة اقدر ارسم التحليل الفني على المؤشرات، ودي مش هتلاقيها في الاوبشن. بمعنى انا كنت شرحتها في شرح الترند ان انا النهاردة مشغل الـ RSI، انا النهاردة عايز ارسم تريند لاين، ممكن ان انا ارسمه على مؤشر الـ RSI وابتدي ان انا اخد منه على الانعكاسات. مجرد ما يكسر فهفتح صفقة في صعود، لان هو كسر المؤشر بتاع الـ RSI او كسر التريند لاين، فبالتالي باخد على الانعكاسات. ده مثال طبعا، لكن النهاردة هنا هوت انا لو حبيت ارسم على الـ RSI هنا هوت، خلينا نجرب على التريند لاين مثلا، مش هقدر اوتوماتيك بيطلع لي على التشارت، مش هقدر طبعا ان انا اخد حتى الخط ان انا ارسمه على الـ RSI. فدي تعتبر ميزة في الفوركس مش موجودة في الاوبشن. فبالتالي انا عندي النهاردة فرايتيز او اختيارات كبيرة جدا ممكن ان انا اعملها في الفوركس وما اعملهاش في الاوبشن، او اعملها في الاوبشن ما اقدرش ان انا اعملها في الفوركس. فاحنا النهاردة اتكلمنا ان التشارت تعتبر واحدة، هنا في حد الوقف ربح وخسارة، طبعا مفيش وقت معين، انت النهاردة تقدر ان انت تسيب الصفقة بتاعتك دي شغالة شهور، تمام؟ ولكن خلي بالك لو انت ما التزمتش بان انت عملت ستوب لوس وتيك بروفيت، في حالة ان الصفقة ماشية عكس الاتجاه اللي انت فاتحها فيه ممكن توصل انها تصفر كل الحساب بتاعك. فبالتالي لو انت اهملت وقف الربح والخسارة تلاقي نفسك ان انت فتحت الحساب بتاعك ولقيته ان هو متصفر. من الحاجات المهمة جدا برضو اللي انت لازم تعرفها ان وقف الربح والخسارة بتديك الاريحية ان انت بتتداول على السعر. فلو انا مثلا عامل وقف الربح والخسارة هنا هو، لان انا عارف انه ممكن يحصل حالة انه ينعكس بس هيرجع تاني يرتد، فبيبقى عندي اريحية ومش ملتزم بوقت معين زي الاوبشن. لكن في الاوبشن لو انت حبيت ان انت تخلص من الحتة دي، فالافضل بالنسبة لك طبعا ان انت تبتدي تتداول على صفقات طويلة المدى، ان انت تفتح صفقات بساعة او بساعتين او بنص ساعة، بحيث ان انت برضو تبقى دخلت في الحتة بتاعت الاريحية، وان انت تسيب السهم يرتد وتتداول على الميجر تريند او الترند الاساسي مش الماينر تريند. على ما اظن مفيش اختلافات كبيرة زي ما انتوا شايفين، اللي يقدر يتداول اوبشن يقدر يتداول فوركس، ممكن يكون الفرق بس في شوية التحليل. الفوركس طبعا عشان تقدر تقول ان الصفقة ابتدت انها تشتغل معاك نقدر نقول انها من ساعة لاربع ساعات، والافضل ان انت بتحلل على شموع او على فريم بتاع الشموع ساعة او نص ساعة، وده الفريم اللي انا بحلل عليه الساعة. لكن هنا هو انت صفقاتك اوقات ما بتعداش الخمس دقايق او العشر دقايق او الربع ساعة، فبالتالي بتحلل على فريم شموع قليل دقيقة او ثلاث دقايق. فده يعتبر من اختلافات او التشابهات بين الفوركس والاوبشن. بالتالي الاستنتاج بتاعنا هنا النهاردة، هل انا محتاج اتداول اوبشن بس ولا فوركس بس؟ الناس اللي متابعاني على السوشيال ميديا عارفة ان انا حتى قبل ما ابتدي في الفوركس شهور اللي بيسألني السؤال ده بقول له المتداول بيتداول في الاثنين. حتى وانا بتداول
او مروج او بروج للاوبشن كنت بتداول فيه الفوركس، وكنت بقول كده دايما لان انا النهارده كمتداول محتاج ان انا احافظ على مستوايا في التداول، والاثنين بيدوك منظورين مختلفين للتداول، فلو اهملت حاجه فيهم هتبقى عامل زي اللي بيروح الجيم بس ما بيلعبش رجلين ومهتم بالجزء العلوي من العضلات بتاعته، فده ما ينفعش. النصيحة التانية وهي تنويع المحافظ الاستثمارية. أنا النهاردة لما بكون عايز أدخل بيزنس فبحاول أنوع المحفظة الاستثمارية بتاعتي. أنا كطارق علي حاطط جزء من رأس المال بتاعي في الأوبشن وجزء التاني من رأس المال بتاعي في الفوركس، وزي ما الناس شايفة أنا بتداول على الاتنين طول الوقت، ما عنديش أي مشكلة خالص. هنا ممكن احقق ارباح الاسبوع دوت او خسائر الاسبوع ده، الاسبوع اللي بعده الدنيا مختلفة، لكن الاكيد ان انا هبقى ماشي بنمط ان جزء منهم شايل التاني او الاتنين بيبقوا ربح. والحمد لله من ساعة ما ابتديت ما كانش فيه اسبوعين خسارة، بالعكس الاسابيع كلها دايما بتبقى ربح، ودايما لما بجمع صافي ربحي وخسارتي كفوركس واوبشن بلاقي ان انا طالع بصافي ربح اكبر من لو انا بتداول اوبشن بس او لو انا بتداول فوركس بس. دي غالبا نظرة عامة او الاختلافات والتشابهات بين الفوركس والاوبشن، اتمنى انها تكون وصلت للناس. وطبعا نصيحتي ان انت ممكن تتداول فيه الاثنين، حتى لو هتسجل حسابات تجريبية تبتدي تمشي ايدك هنا وهنا وتشوف الدنيا ماشية ازاي. مع متابعة الاخبار والتحليلات الفنية هتلاقي نفسك ان انت فعلا الاثنين بيحسنوا مستواك بدرجة كبيرة جدا في التداول. في الاخر ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو حابب ان انت تدخل جروبات اشارات التداول سواء في الاوبشن او الفوركس، تواصل معايا او ممكن تدخل على اللينك اللي موجودة في الوصف بتاع الفيديو. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. السلام عليكم.